تعالى الآن عن طريق ياسر. ياسر يمرر، ياسر إلى سالم، سالم انطلق، سالم السريع إلى ليو، ليو ليو ليو. الله، هكذا تأتي الفاعلية. هاجم، خذ الملعب طول بعرض، لكن اللمسة الأخيرة الفاعلية هي الأهم، تأتي عن طريق ليو ليسجل من جديد. ليو يسجل من جديد في مرمى الوحدة ولمصلحة الهلال 3 أهداف، ويبدو أن سيناريو 6-0 بدأ يدور في أذهان لاعبي الوحدة. لكن هذه اللقطة الرائعة، هذه التمريرة الجميلة من سالم الدوسري، ثم لمسة الهداف ليو بوناتيني بالقدم اليسرى وضعها في شباك الوحدة.